يعني اكيد حضرت التمارين، حضرت الفتره اللي بكده، كنت شايفها ازاي الفتره دي؟ خاصه كان في ضغط جامد وانت كنت متابع السوشيال ميديا، كان في سبورت كبير طبعا. قوي للفرقه. يعني بعد بالذات ماتش الجيش، الموضوع يعني الضغط على الفرقه زاد اكتر. هو يعني هو مش زاد، بس هو مع كل ماتش زمالك طبعا الجماهير طبعا بتبقى مطالبه الاهلي ان هو يعني نتيجه يعني ايجابيه، وبالذات مع فرقه الطايره ان هو اي نتيجه غير 3-0 دي بيبقى ليه، والناس بتبتدي تسال، الناس بتبتدي يعني مش تسال، مكسب بس، لا ده غير الناس بتبدا 3-0، تسال ليه خسرنا الجيم وليه ما خسرنا، يعني ليه ايه مش اللي حصل؟ 3-0 وبتاع فطبعا ده بيحط ضغط على اللعيبه طبعا، وبيدي تركيز اكتر. وهي اللعيبه بصراحه يعني هما بيحبوا المنافسه، وبيحبوا ماتشات الزمالك بالذات، يعني صحيح. بيحبوا يلعبوها انا لسه وبيحبوا سامع عبد الحليم عيب في التليفون قال يعني لي انا مستني ماتشات بالنسبه لهم الزمالك. دي يعني تحدي حلو، يعني هو اللعيبه بتحب مين تلعب مسك الاعلى في في النادي الفرقه، في النادي، في بره الفرقه؟ النادي؟ والله هما بصراحه اللعيبه كلها نفسي نفسي بتبقى ابقى زيهم، زيهم، يعني جيل جميل، من جيل اول جميل. من بصراحه من اكبر لاعب لاصغر لاعب، يعني بصراحه كلهم يعني حاجه، يعني بتشرف ان انا بتمرن جنبهم وبتشرف ان انا بلعب جنبهم. وبصراحه يعني حسيت لحظة ان في حد منهم كبير، يعني عارف برضو ساعات بيبقى في فرق يعني عندهم شوية مشاكل كده، تلاقي اللعيبة الكبير بتترسم على اللعيبة الصغيرة، انت عارف الحتة دي، ده موجود عندنا في الفرقة. هو ده طبيعي بصراحة في أي فرقة في العالم يعني. بس هو لأ، بس بصراحة وقت ما بحتاج أي لعيب، أي سواء طبعا كان أخ أو أب أو أي مدرب حتى، بيبقى بحتاجه في جنبي. أي مشكلة، أي موضوع حتى بره الطايرة، مش شرط يبقى مشكلة في النادي، بتلاقي الناس جنبك. كله بيقف جنبي بصراحة، وكله يعني كله بيقف يعني بيديني 100% من مجهوده بصراحة. صحيح، وإن شاء الله أتمنى لك التوفيق، وأنا متوقع الله لك على يخليك، المستوى الشخصي ربنا هتبقى يخليك حاجة كابتن كويسة والله. جدا يعني.